المغرب والجزائر؟ ما هي أساس العداوة بين البلدين؟ وما هي الحقيقة؟ وهل الصحراء مغربية أم للجزائر الشقيقة؟ ولنبدأ. حرب الرمال هو صراع مسلح وحرب اندلعت بين المغرب والجزائر في أكتوبر من عام 1963 بسبب مشاكل حدودية بعد عام تقريبا من استقلال الجزائر وعدة شهور من المناوشات على الحدود بين البلدين. اندلعت الحرب المفتوحة في ضواحي منطقة تندوف وحاسي البيضاء، ثم انتشرت إلى فيجيك المغربية واستمرت لأيام معدودة. توقفت المعارك في 5 نوفمبر حيث انتهت بوساطة الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية. قامت المنظمة الإفريقية بإرساء اتفاقية لوقف نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير لعام 1964 في مدينة باماكو عاصمة دولة مالي، لكنها خلفت توترا مزمنا في العلاقات المغربية الجزائرية ما زالت آثارها موجودة إلى الآن. نشأت مشكلة الحدود الجنوبية بين المغرب والجزائر عام 1963 عندما أرادت السلطات المغربية استرجاع منطقتي تندوف وبشار من الأراضي الجزائرية، حيث بدأت المغرب مطالبات للتوسع داخل هذه المناطق بالإضافة لأراض تابعة للجزائر وموريتانيا. لم تلتفت باريس إلى المطالب المغربية وبادرت عام 1957 بإقرار منظومة إدارية جديدة للصحراء، واقترحت على المغرب بدء مفاوضات لحل الإشكال الحدودي قاضي بإرجاع تلك المناطق إلى المغرب. عرضت فرنسا على المغرب استعادة بسط سيطرته على المناطق التي يطالب بها شريطة تأسيس الشركة الفرنسية المغربية، أي المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية المكلفة باستغلال المناطق المنجمية في الصحراء ووقف دعم الثورة الجزائرية. لكن الملك محمد الخامس رفض العرض الفرنسي مؤكدا أن المشكل الحدودي سيحل مع السلطات الجزائرية بعد استقلال الجزائر عن فرنسا. كانت فرنسا تريد من وراء مقترحها وقف دعم المغرب المستمر للثورة الجزائرية، حيث كان يا صديقي يستضيف قادة الثوار وخاصة بمدينة وجدة شرق البلاد، كما كانت الرباط توفر إمدادات السلاح للثوار وهو ما كان يقضي مضجع الاحتلال الفرنسي. وبعد أن نجح ثوار الجزائر في طرد الاحتلال الفرنسي إعلان استقلال البلاد عام 1962، بادر أحمد بن بلة أول رئيس للجزائر بالتأكيد على أن التراب الجزائري جزءا لا يتجزأ، ورفض بن بلة وجيش التحرير الوطني فكرة كل تفاوض حول التنازل عن أي أرض للمغرب. وبعد الاستقلال رفضت جبهة التحرير مطالب المغرب حول الحقوق التاريخية والسياسية للمغرب، رغم أن جبهة التحرير الجزائرية قبل استقلال الجزائر أقرت في اتفاق رسمي مع المغرب وجود مشاكل حدودية بسبب فرنسا، فقد رأوا في المطالب المغربية تدخلا في الشؤون الداخلية وضغوطا في وقت خرجت الجزائر مرهقة من 7 سنوات حرب. قبل استقلال الجزائر ساهمت عدة عوامل في اندلاع الصراع بين المغرب والجزائر، من بينها انعدام اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين بسبب المستعمر الفرنسي قبل أن تقوم فرنسا باحتلال المنطقة ابتداء من القرن 19، ولم يكن هناك أي رسم للحدود مقنن باتفاقية. ففي معاهدة للا مغنية 18 مارس 1845 التي تثبت الحدود بين المغرب والجزائر، تنص الاتفاقية على منطقة جافة بدون منابع مائية وتحديدها مبهم، أما ما تم رسمه لا يمثل سوى 165 كيلومتر ابتداء من البحر الأبيض المتوسط في الشمال وإلى الجنوب باتجاه مدينة فيجيك المغربية. ما عداه لا يوجد أي منطقة حدودية بدون رسم دقيق. بعد استقلال الجزائر قام الملك الحسن الثاني بأول زيارة إلى الجزائر يوم 13 مارس عام 1963، حيث ذكر نظيره الجزائري بن بلة بالاتفاق الموقع مع الحكومة الجزائرية المؤقتة بشأن وضع الحدود بين البلدين الذي خلقه الاستعمار الفرنسي. طلب الرئيس بن بلة من الحسن الثاني تأجيل مناقشة الأمر إلى حين استكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة ليتراجع فيما بعد عن الاتفاق الذي سبق للحكومة الجزائرية المؤقتة أن أبرمته مع المغرب. على إثر هذا طالب المغرب بالأراضي الجزائرية من فرنسا الاستعمارية قصد التوسع شرقا، مستندا لخارطة المغرب الكبير
التي نشرها علال الفاسي في 7 يوليو لعام 1956، والتي تقول أن للمغرب حقائق تاريخية ترجع إلى ما قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر، حينما كانت هذه الأخيرة تحت الحكم التركي. أما موقف الجزائر فهي تنظر لتلك الأراضي على أنها حق طبيعي، وطالبت بعدم المساس بالحدود الموروثة على الاستعمار، وبالاستناد مؤتمر باندونغ المنعقد في عام 1956. في اجتماع جرى على انفراد بين الملك الحسن الثاني والرئيس أحمد بن بلة أثناء الزيارة، طلب هذا الأخير من الملك المغربي أن يؤخر بحث موضوع الحدود إلى حين استكمال الجزائر إقامة المؤسسات الدستورية، وأن تسلمه مقالد السلطة بوصفه رئيس الدولة الجزائرية المنتخب. ابتداء من أوائل سبتمبر، نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء المقربة من حزب الاستقلال آنذاك خبرا مفاده أن القوات الجزائرية قد دخلت لطرفايا كي تحرض السكان على الثورة ضد الملك، وأن المدرعات تحتل واحتي زقدو ومريجة. مع نهاية سبتمبر، قام الملك الحسن الثاني ومحمد أفقير بإرسال القوات المغربية لاستعادة تنجوب الفرنسية السي البيضاء في قلب الأراضي المنزوعة من طرف الفرنسي. هاتين القريتين تسيطران على الطريق الرابط بين الحدود الجزائرية تندوف والصحراء الغربية. هذه التحركات طبعا سمحت للملك بكسب دعم كبير من طرف الشعب المغربي. في 30 سبتمبر أعلن الرئيس بن بلة أن القوات المغربية تؤيد انتفاضة حسين آية أحمد في منطقة القبائل. وفي 5 أكتوبر اتفق وزيري خارجية البلدين أحمد رضا أجديرة وعبد العزيز بوتفليقة في مدينة وجدة، وتوصل إلى ضرورة تنظيم قمة بين الملك الحسن الثاني والرئيس بن بلة لحل مشكلة النزاع على الأراضي، لكن القمة لم يكتب لها النجاح. في 8 أكتوبر استعادت قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري تنجوب وحاسي البيضاء، قتل 10 من جنود المغرب. في اليوم الموالي أعلن المغرب أن محمية تنجوب وحس البيضاء وتينفوشي استولت عليها القوات الجزائرية في هجوم مفاجئ. بالنسبة للجزائر، القوات المغربية تتقدم في الصحراء منذ شهر سبتمبر لإقامة محميات. وفي 15 أكتوبر قررت الجزائر التعبئة العامة في قدامى محارب الجيش، أقصد هنا جنود جيش التحرير الوطني، يعني أبطال حرب الاستقلال. تلقت الجزائر دعما عسكريا من الاتحاد السوفيتي وكوبا ومصر، بينما تلقى المغرب مساعدة من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. بعد مناوشات مكثفة على طول الحدود، مع مرور الوقت أصبح الاشتباك حقيقي، اقتتال عنيف حول واحد تندوف وفيجيك. علاوة على ذلك، الجيش المغربي كان يمتلك تجهيزا حديثا ومتفوقا على أرض المعركة. في 14 من أكتوبر احتلت القوات الملكية المغربية حس البيضاء وتنجوب، وأيضا دفعت بالقوات الجزائرية نحو طريق بشار وتندوف. شكل هذا التدخل للقوات النظامية البداية الفعلية للنزاع. سول الجيش الجزائري على موقع مغربي في الصحراء فيما وراء المنطقة المتنازع عليها، وتعتبر هذه خطة لفتح جبهة جديدة في الضغط على القوات الجزائرية المهددة في الجنوب، أو بالأحرى الحصول على منطقة يمكن استغلالها في المفاوضات. وصل الجزائريون إلى حدود فيجيك، جيش المغربي المسير من طرف إدريس بن معمر جهز جيدا بتجهيز غربي، إذ كانت فرنسا أكبر بائع الأسلحة إلى المغرب في ذلك الوقت. أما القوات الجزائرية المسيرة من طرف هواري بومدين لها الخبرة في حرب العصابات والاعتماد على هجمات الكر والفر، لكنها سيئة التجهيز، والتي تشكلت مؤخرا من حرب العصابات في صفوف جبهة التحرير الوطني، فكانت مواجهة غير متكافئة. إلا أن المغرب لم يتمكن من اختراق الجزائر. استفادت الجزائر من تسليح كوبي 686 رجل بالطيارات ومدرعات ومدفعية، ومن مصر 1000 جندي. الهبوط الطارئ لهليكوبتر جزائري وراء الخطوط الجزائرية في 20 أكتوبر تقدم 3 جنرالات مصريين للصحافة، بينما لا يتلقى المغرب أي دعم مباشر لا من الولايات المتحدة ولا إسبانيا ولا فرنسا. قام المغرب بقطع علاقاته مع كوبا واستدعى سفراءه بمصر وسوريا، وقام بطرد 350 معلم مصري. دلعت أكبر معركة في 25 أكتوبر، أسر حوالي 250 جزائري بالقرب من حاسي البيضاء. في نهاية الشهر صار للمغرب وضعية مريحة
بما أنه يسيطر على حاس البيضاء وتنجوب، بينما الجزائر لها وضعية دبلوماسية جيدة ولصالحها، لها تأييد كبير بعد حرب الاستقلال وهي مؤيدة وبدرجات مختلفة من طرف المنظمات الإفريقية، وبإمكانها المطالبة بمبدأ الحدود الموروثة بعد مفاوضات توسطت خلالها منظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية بين الطرفين. جرى الاتفاق على ما يلي: توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في 20 فبراير عام 1964 ديد منطقة منزوعة السلاح، تعيين مراقبين من الدولتين لضمان حياة وسلام في هذه المنطقة، تشكيل لجنة تحكيم لتحديد المسؤولية حول من بدأ العمليات الحربية بين البلدين، دراسة مشكلة الحدود بين الطرفين وتقديم مقترحات إيجابية لهما. Mr. President, I shall try to be understood against and even my very bad English, but I shall try to speak the language of the heart to thank you very deeply, you and your government and your people, for your hospitality. And I can assure you that from yesterday in the afternoon, still now,